فجر مسلحون قبليون في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أنبوب النفط الرئيسي في محافظة مأرب. التفجير استهدف الأنبوب في كيلو 29 بمنطقة العرقين في مديرية وادي عبيدة، ويأتي بعد 4 أيام من استهداف ذات الأنبوب في منطقة حباب غربي المحافظة. بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة محاكمة غيابية ل14 شخصاً متهمين بتفجير أنبوب النفط في منطقة آل شبوان بمأرب قبل 3 أعوام، وألزمت المحكمة النيابة الجزائية بالإعلان عبر الصحف الرسمية عن المتهمين، وهم علي جابر الشبواني وأولاده وعددهم 13 متهماً، وكذا إعلان وزارة النفط وشركة النفط لتقديم ما لديها في الجلسة القادمة المقرر عقدها في 16 سبتمبر القادم واستكمال إجراءات المحاكمة. يواصل العشرات من موظفي مشروع الصالح للحد من البطالة التابع لبنك تسليف الزراعي احتجاجاتهم في العاصمة صنعاء للمطالبة بالتثبيت، ويتهم المحتجون إدارة البنك بتجاهل مطالبهم بالتثبيت منذ انطلاق المشروع قبل 9 أعوام، ودشن المشروع في عام 2006 وهو عبارة عن مراكز لتسديد فواتير الكهرباء والمياه في العاصمة والمحافظات. تظاهر أمام مبنى وزارة الشؤون القانونية العشرات من موظفيها للمطالبة بصرف مستحقات الحوافز الشهرية للتأمين الصحي، وطالب المحتجون قيادة الوزارة مساواتهم في المستحقات بموظفي دواوين الوزارات الأخرى، مهددين بالتصعيد في حال تجاهل مطالبهم. اختتمت في العاصمة صنعاء فعاليات مهرجان صيف صنعاء السياحي السابع، وبمشاركة فنية واسعة محلية وعربية. المهرجان الذي شارك فيه فرق فنية من السعودية ومصر والأردن ولبنان وفلسطين، هدف وبحسب القائمين عليه إلى إحياء التراث الشعبي اليمني الأصيل وتنشيط السياحة المحلية والبيئية والعالمية وتشجيع المنتجات والمشغولات والحرف اليمنية. شكا أهالي منطقة الوعرة بمديرية توبن بمحافظة لحج من زحف الرمال على الطريق الرابط بين قرى مناطق صبر الداخلية، الأمر الذي تسبب بعرقلة المركبات أثناء السير، وناشد الأهالي صندوق النظافة والتحسين سرعة التدخل لإزالة تلك الأكوام الرملية من الطريق قبل أن تتسبب في إغلاقها. اتهم القيادي في الحراك الجنوبي وعضو فريق الدفاع بمؤتمر الحوار الوطني العميد عبد الله الناخبي وزير الدفاع بتبديد أموال الدولة فيما وصفها بالحرب الوهمية على القاعدة في المحافظات الجنوبية. واعتبر الناخبي في حديث لقناة يمن شباب ما تسمى باللجان الشعبية التي شكلها وزير الدفاع في المدن الجنوبية لمواجهة تنظيم القاعدة، اعتبر ذلك أحد أوجه الفساد المالي لوزارة الدفاع التي قال إنها تصرف رواتب شهرية لنحو 280 ألف اسم وهمي. وحذر القيادي الجنوبي جماعة الحوثية المسلحة من مغبة استمرار التصعيد المسلح في العاصمة صنعاء لأنها ستواجه بمقاومة شعبية من مختلف المحافظات اليمنية باعتبار صنعاء عاصمة الوحدة اليمنية والدفاع عنها دفاعاً عن الوحدة والجمهورية. من يريد أن يسقط صنعاء سيسقط هو، أما صنعاء ستبقى شامخة كما عهدناها وكما عهدها اليمنيون، وأنا واثق أنه كل اليمنيون سيدافعون عنها سواء كان في الشمال أو في الجنوب. قالت مصادر عسكرية إن قائد المنطقة العسكرية 6 اللواء محمد الحاوري تمكن من إنهاء الخلاف القائم بين أفراد من جماعة الحوثية المسلحة بمنطقة بيت نعم مديرية همدان واللواء الأول مشاه جبلي بعد مقتل 2 من الحوثيين تجاوز نقطة عسكرية،
ووقعت الحادثة في منطقة بيت نعم بهمدان، والتي يوجد فيها أحد المخيمات التي استحوذتها جماعة الحوثية المسلحة منتصف الأسبوع الماضي. وتواجدوا فيها أكثر من 1000 مسلح قدموا من محافظة صعدة. وكان الرئيس عبد رب منصور هادي قال أمس الاثنين لرعاة المبادرة الخليجية إن مسلحي جماعة الحوثي يمارسون الإرهاب عبر نصب نقاط التفتيش في الطرقات ونصب الخيام المسلحة في العاصمة صنعاء. اختطفت جماعة الحوثية المسلحة رئيس نقابة المعلمين بمحافظة عمران صالح الحمزي واقتادته إلى جهة مجهولة، وحملت نقابة المعلمين الحوثي وميليشياته المسؤولية الكاملة عن سلامة الحمزي وحياته، داعية الدولة بالقيام بواجباتها الأساسية في حماية مواطنيها وصنع أجيال المستقبل. إلى ذلك جدد ناشطون حقوقيون مطالبة النائب العام بالتحقيق في اختطاف الحوثيين للمئات من المواطنين بينهم مدراء عموم بالمحافظة، ومطالبة المنظمات الحقوقية المحلية والدولة برصد هذه الجرائم الإنسانية. تمكنت وساطة محلية ورسمية من عقد صلح قبلي لمدة 3 سنوات بين قبيلتين في محافظة لحج بعد صراع دام 10 سنين وأسفر عن مقتل 60 شخصاً. وقالت مصادر محلية إن الوساطة التي ترأسها قائد اللواء 312 العقيد عبد الغني الصباحي أبرمت صلحاً قبلياً لمدة 3 سنوات بين الطرفين. حذرت قناة يمن شباب الفضائية من التعامل مع حساب مزيف يحمل اسمها وشعارها في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويتضمن منشورات مسيئة لها ومخالفة لسياستها الإعلامية. ونوهت القناة إلى أن حسابها الرسمي يحمل اسم قناة يمن شباب الفضائية، وأن عدد المعجبين فيها يتجاوز 76,000 معجب، بينما يخلو اسم الحساب المزيف من كلمة الفضائية، وعدد المعجبين فيها 18,000 فقط. منحت جامعة عدن الدكتوراه الفخرية للمفكر الإسلامي العلامة أبو بكر العدني بن علي المشهور الموجه العام لرابطة التربية الإسلامية في الجمهورية اليمنية لدوره الكبير في الدعوة الإسلامية ونتاجاته الفكرية والشعرية والفنية ومؤلفاته الدينية المختلفة. وأكدت كلمات المشاركين في التكريم بدور العلامة المشهور في مختلف نواحي الحياة وصياغة المذاهب الآمنة.